السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم النهاردة. أحكي لكم النهاردة قصة أم كانت بتشتكي لي من ابنها إنه من ساعة ما اتجوز وهو اتغير معاها، بيبجح بقى فيها، مش بيسأل عليها، ودي حاجة قهراها وبتعيط. طبعا أنا هددتها وقعدت أقول لها معلش التماثيل والأعذار، اتكلمي معاه بالراحة، وأهم حاجة أوعي تغضبي عليه لأنه ده برضو ابنك وكده، وبكرة يفهم، ما تخليش قلبك يزعل منه عشان ربنا ما يغضبش عليه وكده. وخلاص ومشيت. قعدت بقى افكر ازاي كده، يعني ايه الدنيا ممكن تعمينا ونستهتر بالام ومشاعرها كده؟ ده كل واحد فينا كان ولا حاجة، وبعد كده تكون في بطن امه، وبعد كده خلفته حتة لحم، عياط وجوع ومغص وتواليت، وعايز ياكل، عايز يستحمى، عايز يغير، عايز يروح للدكتور، عايز طول الوقت عايز، وايام وسنين تضحية لحد ما كبرنا كده. ولما بقى اتجوزنا وخلفنا عرفنا ان ده ما كانش بالساهل، ده كان من الدم ومن الصحة ومن الاعصاب. التربية دي صعبة جدا كده، بقى بكل سهولة حد يعق امه ويزعق وما يسالش عليها؟ يعني هل انت كده مثلا بقيت راجل مثلا؟ لا للاسف، ده ملوش اي علاقه بالرجوله ولا الانسانيه ولا الدين ولا الاخلاق ولا اي حاجه خالص. اي واحد في نفس الوضع بتاع الابن ده بيعامل امه وحش، بيزعق، بيفضل مراته عن امه، مش بيسال عن امه. احب احكي له كده قصه صغيره. واحد اسمه علقمه، كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم، علقمه ده وهو بيموت الناس جنبه عمالين يقولوا له الشهاده، قول لا اله الا الله، قول، مش قادر يقولها، لسانه متلجم. فراح واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بيجري بيقول له الحقنا يا رسول الله، علقمه بيموت ومش عارف ينطق الشهاده. فقال لهم طب هاتوا لي امه. الست جات للنبي صلى الله عليه وسلم فقعدها وقعد يسالها احواله ايه، قالت له بيصلي وبيصوم وبيتصدق وبيعمل كل حاجه. قال لها لا انا بسال احواله معاكي ايه. فعيطت وقالت له يا رسول الله هو بيفضل مراته عني ومش بيسال عليا كتير. فالنبي نده لسيدنا بلال وقال له ايه، هات حطب وولعوه وهنحط علقمه فيه. فالام طبعا قالت له لا يا رسول الله، ليه يا رسول الله؟ قال لها نار الدنيا اولى بيه من نار الاخره. فهو عقل امه، قالت له لا يا رسول الله انا مسامحاه وراضيه عنه يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارتاح كده وقال لسيدنا بلال طيب روح بقى دلوقتي لقن علقمه الشهاده. فراح فعلا ونطق الشهاده لا اله الا الله محمد رسول الله ومات. فقال ساعتها سيدنا بلال اشهدوا يا ناس ان علقمه لما كان عقل امه لسانه اتلجم عن الشهاده، ولما رضيت عنه لسانه اتفك. سبحان الله. فاحنا لازم ناخد بالنا كويس، او ياخدوا بالكم، الموضوع خطير عند ربنا، مش بسيط خالص. دي الام وربنا يهدي. اشوفكم بعد الفاصل. الواحد لازم طول الوقت يبقى متفائل مقبل على الحياة، وديننا الإسلام حسنا طبعا على التفاؤل وعدم التشاؤم خالص. ما فيش حاجة اسمها يوم رقم شهر الواحد يتشائم منه، والناس كانت زمان بتتشائم من شهر صفر. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه لا طيرة في الإسلام، يعني ما فيش تشاؤم. احنا هنتكلم النهاردة عن التفاؤل وعدم التشاؤم مع ضيفنا الداعية الإسلامي الشيخ أحمد الطلحي. أهلا وسهلا بيك. يا مرحبا، حياكم الله. التشاؤم بقى، وازاي ان المسلم لازم ما يتشائمش خالص ويكون متفائل دايما. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا ربي على كل نعمة وأفضل النعماء، أقول لك الحمد. الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صاحب الطاقة الإيجابية العظمى في هذا الكون، صاحب التفاؤل في هذا الكون، صاحب البشارة في هذا الكون صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هذه المنة العظمى والكبرى بشارة عظيمة جدا، تعطي تفاؤل كبير جدا 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 لكل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. التفاؤل في دين الحبيب صلى الله عليه وسلم هو لب الدين وهو أساس الدين وهو أس الدين. فعندما يأتي الإنسان وينظر في كتب الحديث أو ينظر في معاني الآيات القرآنية، يجد أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الإذن المطلق الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. المصطفى صاحب الإذن المطلق الذي أذن له ربه تبارك وتعالى بذلك، فقال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ثم
مبشرا. مبشرا، لماذا مبشرا؟ لماذا لم يقدم نذير قبلها؟ لماذا لم نقدم التشاؤم على التفاؤل؟ لماذا؟ وحتى أنه النذير ليس تشاؤما، ولكن نذير لأقوام إذا لم يؤمنوا ولم يسلموا ولم يتبعوا دين الحق يهوي بهم النار في آخر الزمان أو في يوم القيامة. والحبيب المصطفى لحنانة قلبي صلى الله عليه وسلم حتى عندما يسقط الإنسان منهم في ظلمات الكفر ويموت على الكفر يبكي صلى الله عليه وسلم عليه ويقول نفس تفلتت مني للنار. البشارة عند الحبيب صلى الله عليه وسلم أمر أساسي وقبلة عظيمة كبيرة، منها ما كان في عهد العرب قديما، كانوا عندما يدخل شهر صفر سمي صفر لأسماء متعددة جدا، منها أن الناس كانوا يخرجون من مكة في شهر صفر يسافرون في هذا الشهر فلا يبقى فيها أحد، ومنهم أنهم يسفرون عنها بكثرة يعني أعمالهم أو بعض مشاغلهم، ومنهم من يقول أنها كانت تسفر حساباتهم أنهم في هذا الشهر لا يوجد تجارة فكل حساباتهم مصفرة، أقوال كثيرة جدا للمؤرخين ولأهل العلم. ولكن المراد أن في هذا الشهر كان الناس يتشاءمون، يأتي إنسان ويقول يوجد في هذا اليوم مصيبة أو يوجد في هذا الشهر مصيبة فلا يمكن لي أن أسافر في هذا الشهر، ولا تزال موجودة عند البعض إلى يومنا هذا، ويوجد عند البعض الآخر يقول في هذا الشهر ينزل شيء كبير جدا من البلاء فأنا لن أتزوج، لن أبني بيت، لن أشتري سيارة، لن أقدم على عمل، لن أدرس، لن أتقدم في أي مسألة. لماذا؟ وهو فقط جالس في البيت خائف مرتعب مرتعش متشائم من كل الأمور. هذا لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في ديننا الحنيف. هذا الشهر وكل الأشهر هي لله سبحانه وتعالى. ورد بعض كلام العلماء أنه في آخر أربعاء من صفر يحصل فيها شيء من الأمور، وأن الإنسان إذا قرأ فيها من الآيات آيات السلامة يحصل له من الخير، هذه من باب حسن الظن من باب التفاؤل عفوا، أن الله سبحانه وتعالى أرسل لنا النبي صلى الله عليه وسلم بآيات معينات، هذه الآيات فيها علاج كبير جدا للاستخدام في كل يوم وفي كل ليلة، ولكن البشارة والتفاؤل هذه طاقة إيجابية لابد لكل إنسان أنه يتفاءل بها. عندما كنت جزا الله خير عنا معالي الدكتور رئيس التحرير أبي، لما تكلمنا في إعداد هذه الحلقة المباركة تذكرت مشهد عظيم كنت أتدارس مع بعض طلاب العلم، أن الإنسان لابد أنه يستبشر في كل يوم وفي كل ليلة، فسألتهم ما هي البشارة لكم؟ لربما يكون هناك تقرير أو حلقة أو شيء خاص بهذا المجال، ولكن عندما سألتهم كيف تكون مستبشر؟ ما هي علامات البشارة لك؟ فأحدهم قال عندما أكون بصحة وعافية فأنا في خير، الآخر قال عندما يكون معي مال، الثالث قال عندما تخرج النتيجة في الجامعة وأنا قد نجحت، الآخر قال عندما تزوج تلك المرأة، وهكذا أشياء وأشكال وألوان وأنواع. فقالوا لي أنت يا مولانا يا كبيرنا بقى قولين يا شيخ العرب، فهم بيتريقوا علي شوي، ولكن الحتة دي مسكتها أنه في البشارة اللي ممكن أنا أنظر إليها كأحمد شاب من شباب الأمة الإسلامية، نظرت أن أعظم بشارة أن الإنسان عندما يستيقظ من النوم يفتح عينيه يستمع للأنفاس أنه لسه بيتنفس، ويستمع لخفقان القلب قلبه لسه بينبض، هذه أعظم بشارة أنه لا يزال في العمر بقية، فلا بد لك أن تتفائل في هذا اليوم ولا تضيع هذه الفرصة الأخيرة بالتشاؤم بالهم بالغم بالنكد. التفاؤل في كل المسائل، حاول أنك تتفائل بكل شيء. الإنسان عندما يريد أن يعيش حياة سعيدة عليه بثلاثة أشياء: الصبر على البلاء الذي نراه في الأمة، والتفاؤل بكل الأشياء، وأنه لا ينطق إلا بشيء حسن. يقول أهل العلم بغير فأل تفاؤل، بغير فأل حسن لا تنطقي، إن البلاء موكل بالمنطقي. صح. أنا في الغم في الهم يأتي إليك الغم والهم، أنا في فسحة من ديني ومبسوط ومرتاح أنت في فسحة من دينك ومبسوط ومرتاح، ما تقوله يندرج عليك مباشرة. بغير فأل حسن لا تنطقي، إن البلاء موكل بالمنطقي. التفاؤل، الصبر، الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. البلاء موكل بالمنطق، يعني كل حاجة أنا بقولها هي اللي بتحصل. نعم. أنا قلت النهاردة يوم جميل، أنا صحتي حلوة، أنا ولادي كويسين بيفهموا، أي حاجة حلوة ربنا هيفتحها، ربنا يفرجها، الرزق جاي الحمد لله كله تمام، يبقى كله تمام. حد بقى قال مثلا ده يوم وحش، ده يوم أسود، ده أنا هموت، أنت اللي قلت كده، خد بقى. نعم. أنت اللي لسانه يقوله هو اللي هينزل. تماما. هذا الكلام من كلام أهل العلم، له من حديث رسول الله. جاء رجل من أصحاب رسول الله يقول يا رسول الله فلان ابن فلان فيه حمى، مريض تعبان. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم كسنته أنه يزور هذا المريض، قال لو عدت ولو وجدتني عنده، ذات العلية. فعندما ذهب إلى ذلك الرجل وسأله فقال إن شاء الله طهور، فقالوا أي طهور يا رسول الله؟ حمى تفور تدخل القبور. فقال صلى الله عليه وسلم، فقام صلى الله عليه وسلم وخرج من الرجل، فما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى البيت إلا وقد توفى الله سبحانه وتعالى ذلك الرجل.
حمى تفور تفعط عليه الحمى فمات من ذلك المرض. هو اللي ايه؟ هو عند سيدنا النبي بيقول لك يعني طهور وان شاء الله باذن الله يعني تكفير للذنوب والله عز وجل يغفر لك وخير، قول الحمد لله تفاءل لك صلى الله عليه وسلم، فترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول حمى تفور تدخل القبور فاندرج ما قلت ونزل بك ما ذكرت في نفسك. هذا يعني من الرسائل العظيمة جدا في هذا الزمان، أن فعلا بغير فأل حسن لا تنطقي، إن البلاء موكل بالمنطق، الاستسلام المطلق أن كل هذه الأمور ستنتهي ستندرس لن تجدها في يوم من الأيام. عليك أن تتذكر أيضا كلام أهل العلم رضوان الله عليهم المستنبط من الكتاب والسنة، كلام أهل العلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ماذا يقولون في هذه الرسائل التي نراها في الكون؟ يقولون تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل البشارة النظارة، أنك تكون مستبشر بمسألة معينة، هذه كلها بشائر من الله سبحانه وتعالى، لا تأتي إلى الغراب أسود تقول غراب أسود لا أريد أن أذهب في هذا اليوم، قطة سوداء لا تبتعد، هذه ليست من الرسائل الربانية. يقول تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت سطرها، لابد أن تتأمل. قال وقد خط فيها لو تأملت سطرها ألا كل شيء ما خلا الله باطل، بمعنى الاستسلام المطلق لله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيك التفاؤل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وبالخلق وتعيش حياة سعيدة كريمة. هذا الذي كان يرنو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف، كانت بسمته صلى الله عليه وسلم وابتسامته لا تفارق وجهه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، هذا حاله وحال الصديق والفاروق وذي النورين عثمان وسيدنا الإمام علي وكل الصحابة المبشرين وسائر أصحاب رسول الله آل بيت الحبيب الصلحاء الفضلاء الأولياء العلماء، كلهم يستبشرون وكلهم يتفاءلون، هذا هو منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. ونشوف كده لما نزلنا وشفنا كده التفاؤل عند الناس كان إيه، ودينا جايزة للي كان متفائل، نشوف كده حصل إيه. حاجات كتير بسيطة لو عملناها ممكن نفرح أي حد في الشارع، احنا النهاردة قررنا ننزل ونفرح الناس بوردة، اضحك وخد وردة. اضحكي وخدي وردة. احنا عايزين نفرح الناس. اضحك وخد وردة. فين ده؟ وريني الضحكة كده؟ لا اضحك ضحكة حلوة. أنت ليه مكشر طيب؟ ليه مكشر؟ لا اضحك طيب، اضحك هديك وردة، اضحك طيب، اضحك اضحك الأول. اضحكيش ليه؟ اضحكي وخدي وردة. اضحكي تاني الضحكة الحلوة. اضحكوا يا جماعة، انتوا بتضحكوش ليه؟ اضحكي الأول، اضحك الاول، لا وريني الضحكه الحلوه الاول. فين الضحكه الحلوه؟ يلا خد ورده. طب اضحك. الحمد لله. فين الضحكه الاول؟ اضحكي بقى الاول واديك ورده. ما تضحكش ليه؟ فين الضحك؟ هذه وردة عشان الضحك. اضحك بقى. آخر وردة، مين هياخدها؟ حاجة اضحكي وأديكي وردة. بتتشائم من الناس. الحمد لله، احنا هنضحك بس الورد فين يا أحمد؟ هات الورد برضه. ما شاء الله. الناس مش بتضحك. بس لما حد بيفكرهم بالضحك بيضحك اهو. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا خير الجزاء، يعني الاخوان القائمين على هذا التقرير المبارك وهو دلاله على الحبيب صلى الله عليه وسلم، كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، ابتسامتك في وجه اخيك المؤمن صدق ويتصدق ما شاء الله، وكتب على صدره يعني الكريم اضحك تاخذ ورده، ينشر سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم بقالب كوميدي بسيط لطيف جميل، وانا هضحك برضه الجمهور هيضحك بس ربنا كتر وردك بقى يا شيخ احمد. الحمد لله. طيب واحنا على صفحتنا على الفيسبوك حطينا برضه السؤال انه المفروض احنا كمسلمين ما نتشائمش خالص، لانه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده، علمنا التفاؤل بس. لكن في ناس بتتشائم من حاجات، فانتوا سمعتوا حواليكم الناس مثلا بتتشائم من ايه؟
مثلا دوميدو بتقول واحدة جارتي سبحان الله كل ما اشوفها المصاية بتنزل على راسي. وعلى فكرة كذا حد زيها بيتكلم على ناس بيتشائموا من الناس. مثلا نجلاء بتقول لا ما فيش حاجة اسمها تشاؤم، كل حاجة بتيجي من ربنا جميلة. إيمان ما فيش حاجة اسمها تشاؤم، بيبقى فيه ابتلاء. لوكا بتشائم لو شفت واحدة صاحبتي لأن كل ما اشوفها يحصل لي مصيبة. أم المؤمنين بتقول صوت الكلب، صوت الكلب لو صدرت أصوات ورا بعض بتحس. نجلة بتقول القطة السودة والبومة والغراب، وسمعت إن تربية السمك في البيت بتجيب النكد. ورقم 13 يعني قالت مجموعة حاجات. فاطمة بسمع إن في ناس بتتشائم من لبس معين أو أشخاص معينة أو لون معين زي اللبس الأسود، بيقولوا إن ده فال وحش. مها بتقول في ناس بتتشائم من يوم معين أو مكان معين. زيزو بيقول لأن طبعا ده جهل لأن كل حاجة بتيجي من عند ربنا جميلة. بسمة بتقول القطة السودة. يعني في مثلا انسان موني المفروض الانسان ما يتشائمش لان ده سوء ظن كده بالله. في غاده بتقول من الناس الخبيثه ليهم نظرات ربنا يحفظنا. عزمي في كده ناس اصحابي لما بشوفهم بقول استر يا رب. نجله تفائلوا بالخير تجدوه. سمسمه البومه والغراب. موني في ناس بتتشائم من أرقام معينة ولبس معين وطيور زي البومة والغراب أو مواقف معينة تحصل فيتشائموا منها. رشا أشخاص معينين. زمزم عيني الشمال لما بترف بتشائم. زهرة صوت الغراب. يعني كل حاجات محددة، بس اللي زعل إنه ناس يعني إن هم ممكن يتشائموا من ناس معينة. سبحان الله. عفوا. هذه الآراء التي نراها اليوم، كل ما سمعت كلام طيب بإذن الله تعالى، ولكنه بعيد كل البعد عن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحق تبارك وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. الحق تبارك وتعالى خلق هذا الكون ثم أنزل آية عظيمة قال ذلك تقدير العزيز العليم. كل شيء مقدر في هذا الكون. فلا يمكن أن تكون جارتي وشها مش حلو. سيدنا النبي يوصي الجار، حتى قال سيدنا جبريل، قال صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل كي يوصيه بالجار قال حتى ظننت أنه سيورثه. تأتي وتقول جارتي وشها تعبان أو شكلها يعني غم، ما يسمى عندنا في ليبيا هذا الإنسان أشكل أو هذا الإنسان أسكروني أو ما مسميات حتى أعطيت ألقاب لكثير من الناس. نعم، انتشار هذه الثقافة في أرجاء العالم. نحس يعني زي ما احنا الرجل ده نحس. الكلام ده ما فيش أبدا ولا علاقة له بكلام الله سبحانه وتعالى ولا سنة النبي. نحن نرجع إلى الأصل. قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به، وفي رواية ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا. إذا كان تركنا الاعتصام أو التمسك بالكتاب والسنة صرنا في الضلال. هذا هو الضلال الذي نراه، الضلال الفكري، أن الإنسان يسيء الظن في كل من حواليه. ما لبسش أسود عشان الأسود ده يعني شيء من الغم وفل مش حلو، بالعكس أنا أكحل عيوني بالأسود، أرتدي الأسود وأزخرف به حياتي، أطعم به هذا السواد لو رأيته ضع فيه قمر، هذا السواد لو رأيته ضع فيه نجوم. حاول أنك تستفيد من كل ما حواليك، تأمل سطور الكائنات كما قلنا، فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، كل ما ترى في الكون هو رسالة من الله سبحانه وتعالى لك. هذا التفاؤل الجميل. الأعجب والأغرب من ذلك الآن وأنا بين يديك في هذه الحلقة المباركة أحبابنا وإخواننا من ليبيا، من بنغازي تحديدا، سيد الشيخ عبد الله الكالح، أسأل الله سبحانه وتعالى الحفظ والعناية دائما أبدا، من وسط الألم الجرح الملم في هذه الأمة يبعث لنا الأمل. أناس يعني في سوريا، في حلب، في دمشق، في حمص، هؤلاء الناس من وسط الألم يبعثون الأمل في الكون. ما هذا التفاؤل؟ ما هذه الطاقة الإيجابية؟ ما هذا الأمل الكبير عند هؤلاء الناس؟ هذه من الرحمات. الآن في مصر بعض الناس رأى أنها مصر حزينة وزعلانة، وهي الآن تبث التفاؤل للعالم بأجمعه برمته. لما؟ لأن إيمان وقر في القلب وحب متصل بالله وبرسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم. كلما رأيت إنسان وتكلم معي أنظر في تاريخه أجده أنه مرتبط بكتاب الله أو مرتبط بسنة رسول الله أو مرتبط بآل بيت رسول الله وبأصحابه، فتجد هذا القالب هم الذين يبثون. من تخلف عن هذا الركب مباشرة نسمع منه هذا الكلام، القطة السوداء لا، الغراب الأسود لا، اللبس الأسود لا، جارتي شكلها مش حلو ومش جميل، وهلما جرى من القطة السوداء
الارقام رقم 17 13 هذه الاشياء ليست يعني من 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 منهاج رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. الحبيب المصطفى كان يرفع لواء البياض، دائما يرتدي البياض صلى الله عليه وسلم، يضع على راسه الطيلسان، العمامه، الجبه البيضاء، كنايه على الانشراح والبسط والتفاؤل في كل الامور صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. طيب معنا تليفون. امه الله، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبتي، اتفضلي. لو سمحتي يا استاذه دعاء، انا عندي وسواس قهري وعايزه اسال الشيخ احمد الطرحي، انا عايزه رقم تليفون الشيخ احمد الطرحي. عندك عندك يعني مش هقدر اسال على الهواء. طب يا حبيبتي عندك وسواس قهري، طب بتروحي لدكتور نفسي؟ لا بس عايزه نورت الشيخ لو سمحت. ايوه دي حاجه تانية. حاضر، انت سيبي رقم تليفونك والشيخ هيكلمك بعد الحلقه، لكن انت بتروحي لدكتور نفسي؟ لا. ليه يا حبيبه قلبي؟ ما هو ده ليه علاج طبعا سهل قوي. انت عندك كام سنه؟ تديني رقم. انت عندك كام سنه؟ يعني مش عايزه اقول اسم ولا رقم. لا ما تقوليش اسمك ولا رقمك، انا قصدي يعني انت صغيره ولا كبيره؟ انت قفلتي ولا ايه؟ الو. طيب يا حبيبتي حاولي تتصلي مره تانية. ما شاء الله ربنا عمل بين ايديك خير كثير جدا في هذا الاستوديو المبارك، ما شاء الله نرى الدكتور هشام حتاتة، وهذا شخصية طيبة وأنا من الشخصيات التي يعني أحبها كثيرا وبحب الألوان اللي بيلبسها بصراحة، بيعجبني جدا. متفائل دكتور هشام على طول. نعم، فدائما متفائل، فليه لا يعني ننظر في هذا الجانب، ثم إلى أن تصل إلى الدكتور هشام عليك بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله، لأن الله تبارك وتعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تهدئ من روع الإنسان، حتى ننظر في هذا المرض العضوي النفسي ثم بعد ذلك يعني نعالجه على ايدي الاطباء والعلماء. لان دلوقتي لازم يبقى عندنا ثقافه ان الامراض النفسيه دي خلاص يعني حاجه عاديه. من كتر الضغوط اللي احنا عايشين فيها، حتى تلوث الاكل هو بيسبب لنا المشاكل النفسيه دي، والضغوط كتير حوالين الانسان. صحيح. دلوقتي في سرعه الحياه والزمن اللي احنا عايشين فيه. صحيح. فبقى شيء طبيعي موضوع الازمات او المشاكل او الامراض النفسيه، زي ما واحد يجي له برد، زي ما واحد يجي له مشكله في القلب، في العظم، بيروح لدكتور. هي بالضبط، بيروح للدكتور بياخد علاج لفترة وخلص، وإن شاء الله هذا أمر طيب جدا. العلاج النفسي هذا أمر أساسي، حتى أن الحبيب صلى الله عليه وسلم أرشد بعض الصحابة إلى بعض المسائل عندما حاولوا أنه يكون معهم شيء من القلق، فالحبيب صلى الله عليه وسلم يكلمهم ويحدثهم فيما نراه اليوم هو ميراث أهل العلم النفسي، الطب النفسي، الفسيولوجيا أو ما يسمى. هؤلاء الناس كيف ينموا ثقة في قلب الإنسان؟ هذا من صلب ديننا الحنيف. كيف يرفع من معنويات هذا الإنسان؟ هذا من صلب ديننا الحنيف. كيف يمكن أنهم يعالجوا هذا الإنسان من هذا الوسواس؟ هذا أيضا من صلب ديننا الحنيف. هم الآن يخففون عن الفقهاء في هذا الجانب، لأن يعني أيضا الجانب النفسي هو يندرج تحت المدرسة الفقهية، ولكن هم أطباء متخصصين في هذه المسألة، جزاهم الله عنا خير الجزاء، فهم يخدمون أمة الحبيب. ليس عيبا وليس حراما أني أجلس بين يدي عالم من علماء الطب النفسي وأستشيره في أموري الخاصة، حصل معي من الأمور كذا، يحصل معي من الأمور كذا، ما هو علاجها؟ تجد هذه الأمور. يعني حتى سبحان الله قبل الهوى كنت أتكلم مع أخي علاء الشربيني، فقلت له أنت ما شاء الله عليك إمام يعني في غذاء الجسد، فقال وأنت إمام في غذاء الروح، فقلت له إذا نجتمع في غذاء الجسد وغذاء الروح، الروح تحتاج والجسد يحتاج والنفس تحتاج. صح. وهذه القناة ما شاء الله جمعت ما بين كثير من الأفاضل، هنا الشيخ أشرف مكاوي، وفي هذا الاستوديو دكتور هشام حتاتة، قبل قليل برنامج أخي علاء. هذه الأمور كلها يعني تدندن حول جوهر الروح، الجوهر العظيم الكبير الذي نريد أن نسمو به، سواء كان المواطن المصري أو المواطن العربي في مشارق الأرض ومغاربها، أو المواطن المسلم في أرجاء الأرض جميعا. إحنا هنطلع لفاصل ونرجع تاني نكمل حلقتنا عن التفاؤل، خليكم معنا. معكم مرة تانية مشاهدينا على مباشرة. أحب أفكركم طبعا بحملة ستر وغطا لبرنامجنا، عاملها حملة البطاطين. طبعا الحمد لله السنة اللي فاتت عملنا الحملة دي آلاف البطاطين، ربنا أكرمنا وقدرنا إن احنا نديها للمحتاجين. الشيخ أحمد حتى كان معانا السنة اللي فاتت في أكتر من مرة وإحنا بنوزع البطاطين الحمد لله. وحملتنا السنة دي ستر وغطا، البطاطين والملابس الشتوية، وطبعا في طرق كتير للتواصل هتنزل على الشاشة دلوقتي، الإيميل، أرقام تليفون، الفيسبوك، وإن شاء الله طبعا هنتواصل معاكم، وهتشوفوا كمان التقارير بتاعتنا وقت لما هننزل نوزع على الأماكن المحتاجة. وناخد تليفون. مريم أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، اتفضلي. ازي حضرتك يا مدام؟ أهلا وسهلا. زي سلام الشيخ يعني.
سلام للشيخ يا. يا اهلا اهلا ومرحبا. اهلا بحضرتك. بص حضرتك، انا والدي متوفي من 40 سنه. فوالدتي بتاخد معاش. فالمهم كان بيصرف على اخت لي، اخ وتوفى معظمه، واحنا كلنا مرزوقين يعني وكده وظروفنا يعني. المهم فكان ليا اختي نفس الكلام، معظم الفلوس بتتصرف عليها. فانا من وراها رحت واخده المعاش، بس مش من وراها، هي ودتني للراجل عشان اقبض لها، وعملت توكيل في المعاش وكده. فبعدين ليه امك يعني امك اللي عملت لك؟ اوكي. فولي اخ لي اخ تعبان بردك بالقلب وكده، ساعات محتاج حاجه، اولاد اخويا اللي مات دول محتاجين حاجه بكلمهم كده. بس هي واخواتي كلهم عارفين ان انا باخد من معاش، بنشيل منه نسبه لو قررنا اي ظروف بتاع تبقى عندنا. تمام. فما حضرتك واخواتي كلهم عارفين بكل حاجه، مش بعمل من وراهم. وهي عارفه؟ لا هي مش عارفه. الزهايمر. يا حبيبتي. وفاليومين دول بقى بقت متحسبه على طول، وزعيق وشتيم، ممكن تغلط بالفاظ بقى بس عادي يعني. هي مش في وعيها. فانا عايزه اعرف ان الدعاء بتاع ما تدعي كده، انا بتاثر لان انا عشان انا اللي باخد الاب، بس اخواتي عارفين بكل حاجه، ما عملتش طيب حاجه من ورا حد. كويس. بس انت ايه خايفه يعني ان مثلا خايفة؟ هي لو اتعصبت، لو دعت عليكي فيبقى بالظبط. وفي نفس الوقت اللي انا عملته ده غلط، هو حصل لها اي ظروف. طيب. كده لكن انتوا معاها ومش سايبينها لوحدها، وبتخدموها وبترعوها وكله. ده لسه كانت عندي النهارده، وعملت اللي حصل يعني مشكله حصلت، ودتها لحد البيت عادي، مفيش اي حاجه. احنا ما بنعتبش على اللي هي بتعمله، احنا عارفين اللي هي فيه غصب عنها، لان ليا اخين متوفين ورا بعض اكبر مني. يا والدي متوفي من 40 سنه. ماشي. فهي غصب عنها من ساعه اخويا الاخراني جالها زي اكتئاب كمان، يعني في حاجات كتيره بتعملها الواحد مش قادر يقولها. معلش. فغصب عنها يعني. طبعا طبعا. ماشي يا حبيبتي. الحمد لله رب العالمين. أولا بارك الله فيها في رعايتها لأمها، وفي حرصها وفي خوفها الشديد، وهذا إن دل فإنما يدل على إيمان وقر في قلب هذه المرأة، وهذا أمر يحمد لها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتها على ذلك. فكرة العناية بالبيت والترتيبات المالية التي ذكرتها في وفاة الوالد والتوكيل الذي حصل مثل هذه الأشياء، هذا أمر طيب بإذن الله تعالى، تستمر فيما هي فيه. أما فيما يتعلق تحديدا بقضية الوالدة، أن هي ممكن تزعل أو تتضايق أو تدعي عليهم، أولا ليس على المريضة حرج، هي مريضة، ودلالة على أن هي عندها مرض عضوي، سواء كان عقلي أو كان نفسي، مرض الزهايمر المنتشر بين الناس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها ويشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين. آمين يا رب. فتراعيها في هذا المرض، وأن الله سبحانه وتعالى حكيم، سبحانه وتعالى من أسمائه الحكم العدل، فلا يمكن أنه يعني يأخذ مرض دعاء هذه المرأة المريضة لأشياء يعني وكأن تظلم هؤلاء الناس وهم لم يفعلوا شيء، فتدعو عليهم بالظلم. الله سبحانه وتعالى ليس يعني قال الحق تبارك وتعالى: ما أنا بظلام للعبيد. طبعا. فلا تخافي ولا تحزني، ولكن عليك أمر واحد، كما هي كانت وأنت صغيرة ممكن تكسري حاجة، تسكبي مية على الأرض، تعملي أي مشكلة في البيت. ولد صغير لما بيعمل الحاجات دي، والد ووالدته بيعاقبوه مباشرة أم بيسيسوه، بياخدوه واحدة واحدة. فكذلك الأم في هذه المرحلة محتاجة مين يطبطب عليها، مين ياخدها بحنية، مين يكلمها كلمة طيبة. لا نحاول أننا نرفع من نسبة التوتر عندها أكثر وأكثر، أو أن نكون في سبب في زعلها، أو إحنا نكون بنعمل حاجات فيها تتنرفز فتكون مسكينة في حالة مرضية يرثى لها. لا، إحنا نحاول أن نسيسها بقدر المستطاع. والأم هذه مقامها عظيم عند الله سبحانه وتعالى وعند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاخفضي لها جناح الذل من الرحمة. طيب نرجع تاني للتفاؤل، وان ديننا والنبي صلى الله عليه وسلم علمونا انه انا مسلم لازم اكون متفائل، والتشاؤم ده ما يدخلش حياتي خالص ابدا، منهي عنه، ما ينفعش ان انا اتشائم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته كده اكيد في قصص ووقفات ومواقف كتير حصلت علمنا فيها بطريقه عمليه التفاؤل. الحبيب صلى الله عليه وسلم علمنا وعلم هذه الأمة بمواقف عجيبة جدا، عندما نأتي إليها ونضعها هذه المواقف على ميزان العقل، لا نقول الأمر هذا لا يمكن أن يصح، ولكن في ميزان الحب والقرب من الله سبحانه وتعالى والفهم عن رسول الله وإرث النبي صلى الله عليه وسلم، نجد هذه الأمور صحيحة. عندما نصل في المشهد الذي وقفت أنا وأنت عليه، وهو من أحب المشاهد إلى قلبي، وهو غار ثور، ذلك الغار الذي وقفنا أمامه ونظرنا وتأملنا في المكان الذي كان فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. جميلة. فعندما كان المصطفى في الغار وكان سيدنا أبو بكر الصديق في الغار، سيدنا أبو بكر كان خائف ويرتعش ويقول: يا رسول الله، يعني وكأنه لا أقول أنه ليس متفائلا، بل هو في قمة الإيمان مع رسول الله، ولكن أخذه ما يأخذ كثير من البشر
وهذا الذي نحتاجه في هذا المشهد. يعني سيدنا أبو بكر مترجم لحال الأمة. يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى رجليه لرآنا، ولو رأونا قتلونا مباشرة، 100 ناقة 200 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. فالحبيب المصطفى يعطيه نسبة وطاقة عظيمة جدا من التفاؤل، يقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. انظر إلى التفاؤل، أنساه الكون وأنساه الخلق وأنساه ظلم قريش وأنساه المطاردة وأنساه أمور كثيرة بكلمة، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذه الكلمة أخذت من سيدنا أبو بكر الصديق ما أخذت من الحال والتفاؤل والإيمان والثبات. ثم بعد ذلك خرج صلى الله عليه وسلم من غار ثور وذهب موقف آخر في الهجرة النبوية المطهرة. نحن لازلنا في بداية هذا العام الهجري. الموقف الآخر عندما جاء ذلك الرجل ووقف عند النبي صلى الله عليه وسلم، سراقة أظن اسمه، ووقف وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يمسك بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع يعني ولا تأخذ يعني أبا بكر ولا تأخذني، ولك عندي سواري كسرى، بمعنى زي حد الآن يجي يقبض علي أنا أحمد فبيقول له سيبني وأنا أديك عربية أوباما، حيصدق كلامي؟ لا. عقلا لا يمكن أن يصدق هذا الكلام، فيقول له أعطيك سواري كسرى يعني مملكة وإمبراطورية كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تفاءل أنه يأخذ هذا السوار من ذلك الرجل ويعطيه له، سواء في هذا الزمان أو بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم. مرت الفترة الزمنية وانتقل الحبيب إلى رفيق الأعلى وفتحت فعلا يعني كسرى، وأخذ سيدنا عمر بن الخطاب سواري كسرى وبحث عن ذلك الرجل وأعطاه سواري كسرى. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تفاءل له قبل ذلك بفترة طويلة من الزمن. فالتفاؤل وقفات من الحبيب صلى الله عليه وسلم في ظل الحرب، في ظل المطاردة، في ظل الصحراء، في ظل أمور تكاد تكون معتمة أمامي، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له أعطيك يعني سواري كسرى وأعطي فلان وأعطي علان. من هؤلاء الناس من البشائر والتفاؤل الذي كان في قلبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام. معنا تليفون فاطمة، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، إزاي حضرتك يا أستاذ وعاء؟ أهلا حبيبتي. لو سمعت كنت عايزة بس أسأل الشيخ، لأن أنا دايما الواحد بيسهى أنه هو يسأل يعني يقول الصبح أذكار الصباح وأذكار المساء، ففي مثلا دعاء سهل الواحد ممكن يحفظه يقيم مثلا من يعني من الشرور اللي بيقابلها في اليوم، مثلا لأن يعني للحسد ولل يعني حاجات عامة يعني عشان الواحد يعني حاجة بس أقدر أحفظها سهلة، بدل لأن أنا الكرسي صعب تحفظينها أنا فاطمة؟ نعم؟ تحفظين آية الكرسي؟ الله لا إله إلا هو، يكتفيك آية الكرسي صباحا ومساء. تمام. فيوكل يعني الله لك ملك يحميك إلى السماء إلى المساء، وإذا أمسيت تقرأين يحميك هذا الملك إلى الصباح. ولكن هذا ليس معنى تكاسل عن أذكار النبوية، لابد أننا نرجع إلى أذكار الحبيب صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. بنتكلم بقى على مواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمنا فيها التفاؤل. التفاؤل عند الحبيب صلى الله عليه وسلم في مشاهد متعددة جدا. كيف كان الحبيب صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في قصة سراقة، وكيف أعطاه، وكيف كانت قصته صلى الله عليه وسلم في الغار، كيف كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يهيئ هذه الأمة ويعلم هذه الأمة أنهم يتفاءلوا حتى بشبابهم وصبيانهم. شوفي أنت، الحبيب صلى الله عليه وسلم يهيئ جيشا يعقد لواءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضع على رأس الجيش شاب صغير يفع، سيدنا أسامة بن زيد بن الحارثة، وسيدنا أبو بكر موجود وسيدنا عمر موجود، دلالة على أن البشارة والتفاؤل بشباب هذه الأمة هذه من خصوصيات الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بالتفاؤل في كل وقت وفي كل حين، فهي ميراث الحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. وإحنا بقى عليه الصلاة والسلام، وإحنا نعمل إيه علشان نتفائل؟ نحب سيدنا النبي، فحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب النبي صلى الله عليه وسلم رأس كل منفعة وكل خير في هذه الدنيا. أردت أن تعيش حياة سعيدة، حب الحبيب تحشر مع الحبيب في الدنيا وفي الآخرة. حب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يغير هذا الكون، يغير هذا الإنسان، يغير هذه الأخلاق. حب الحبيب صلى الله عليه وسلم كما قال سيد الشيخ رمضان السعداوي رحمه الله، من رزق المحبة لم تفته حبة، تفاؤل والخير والبركة والسرور والنور كله يأتي إليه، ومن سلب المحبة فلا يساوي حبة، الهم والغم والضنك والضيق كله فيه. ربنا يعافينا. نسأل الله سبحانه تعالى أن يعافينا ويكرمنا بحب الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا بشكر حضرتك جدا، ونتفائل بقى كده إن شاء الله كلنا، محدش يتشائم خالص. أنا مسلم، أنا متفائل، منهي عن التشاؤم خالص في حياتي. بشكر حضرتك جدا. ومشاهدينا، أنا سيبكم دلوقتي مع تقرير عن نموذج عملي لدعم أفكار الشباب ومساعدتهم إن هم يطبقوها بشكل عملي في الجامعة الأمريكية. تعالوا نشوف التقرير مع بعض. احنا
النهارده في الجامعه الامريكيه جايين نشوف الفي لاب. الفي لاب بيساعد الشباب من داخل الجامعه او من خارجها، اي حد عنده فكره مشروع جديد انه ينفذه، وكل هدفه مساعده الشباب وتنميه الاقتصاد. تعالوا بينا نشوف الطرق اللي بتستخدموها عشان تنفذوا الخطه بتاعتكم، او ازاي تقدروا تنفذوا كده، ازاي بتساعدوا الناس، من اي طريقه بالظبط؟ طيب، هي فكره اي سي فنتشر لاب ان هو حضانه للشركات الناشئه. الفكره دي ان احنا بنحتضن شركات بتكون لسه فكره بسيطه وعايزه تخش على الماركت، بس الشباب بيكون عندهم سواء فكره مبتكره لسه ما اتنفذتش قبل كده، او فكره ممكن تتنفذ باقل الامكانيات. فاحنا طبعا بنحاول ندعم الشباب دي بان احنا نسهل لهم ان هم يوصلوا للهدف بتاعهم او نجاح الشركه دي باكتر الاساليب اللي عندنا نقدر نعملها. اكتر الخدمات اللي احنا بنقدمها ان احنا بنوفر لهم مساحه للعمل جوه الجامعه الامريكيه في التجمع، والمساحه دي بيكون عندهم انترنت كونكشن، بيكون عندهم اكسس لكمبيوترز، بيكون عندهم اكسس لاي حاجه ممكن الشركه تحتاجها من حيث طباعه ورق، كل الحاجات اللازمه للشغل. الحاجه الثانيه ان احنا بنبدا نديهم تدريبات على ازاي يديروا اعمالهم من ناحيه الماركتنج، من ناحيه الماركتنج او فاينانس، اداره الاعمال نفسها، ازاي يحضر الاكاونتنج بتاعه يبقى عامل ازاي. تمام، يعني انتوا بتمسكوا الواحد بيجي لكم هو عنده الفكره بس هو مش عارف ازاي ينفذها بالظبط، انتوا من اول اصغر حاجه لاكبر حاجه انتوا بتكونوا معاه في البروسيس ده، في الطريق نفسه كله، مش بتسيبوه في النص بالزبط. مش بس بتقولوا مثلا انا هقول لك الحاجه وانت اعملها، انتوا كمان بتكونوا بتحسوا انكم تقعدوا معاهم تعلموهم وتاكدوا ان كل حد فاهم الوقت. وبنختار برضو على اساس الفكره نفسها، مدى قابليه الفكره نفسها للتنفيذ. تمام. احنا طبعا من خلال شغلنا بقى لنا فتره في الموضوع ده، ومن خلال الخبرات المتراكمه الموجوده في الجامعه وال هيئه المحكمين اللي بتختار معانا، بيبقى عندنا معرفه ان الشركه دي ممكن تمشي ازاي، او ايه المصاعب اللي هتواجههم وازاي ممكن يحلوها، وهل التيم او الفريق اللي شغال على الفكره دي هيقدر يحلها ولا لا. وبنبدا نديهم حتى من خلال لجنه الاختيار، بنبدا نديهم حاجات يبداوا يشتغلوا عليها، حتى لو مش داخل معانا بنبدا نوجهه ايه ممكن يكون احسن المسارات للشركه دي، او ان الشركه دي مثلا مش هتنفع لظروف معينه فلازم يغير الموضوع لفكره تانية، بنبدا نظبطها معاهم على كده. طبعا احنا غير ان احنا طبعا كنا اول حضانه مشاريع تتركز جوه جامعه في مصر، احنا خدنا في 2015 تصنيف دولي من اليو بي اي اندكس او يونيفرسيتي بيزد انديكيتور، اللي هو التصنيف الخاص بالجامعات بالحضانات اللي شغاله في الجامعات في العالم. اخذنا من اقوى الحضانات فعاليه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. شكرا جدا ليك يا محمد، ويا ريت الناس كلها تبقى فعلا بتعمل حاجه زيكم، لان انتوا بتقدموا حاجه للناس من غير مقابل، فدي حاجه كويسه جدا وربنا. شكرا ليك. شكرا. احنا الفكره الشركه بتاعتنا اسمها ركنة، هي موبايل ابلكيشن بتقدر تطلب بيها حد يركن لك. فانت بتقول انا رايح الحته الفلانيه، تلاقي حد من عندنا في الشركه مستنيك، بياخد العربيه بيروح يركنها في جراج احنا متفقين معاه، وانت ماشي بتطلب بالموبايل ابلكيشن تقول انا هات لي العربيه في الحته الفلانيه يجيبها لك، تاخدها وتمشي. تمام، وعايز اعرف منك تجربتك في الفنتشر لاب هنا، هل انت اول يعني مين قالك عليه او ايه اللي جابك؟ انا عرفت عنه عن طريق الفيسبوك، وجينا وقدمنا واتقابلنا في السايكل دي، واللي احنا بنستفاده هي ان احنا بنعيش مع شركات تانية، بنشوف الخبرات بتاعتهم والمشاكل بتاعتهم، ايه اللي واجههم نقدر نتخطاه، الناس اللي بنقابلهم بيجيبوا لنا انفسترز، بيجيبوا لنا منتورز نتكلم معاهم. احنا عاملين ابلكيشن اسمها بيسوس. الابلكيشن دي بتغير اللوك سكرين بتاعت الاندرويد فونز، بتخلي فيها اعلان، وفي نفس الوقت اليوزر اللي بينزل الابلكيشن دي كل ما بيانلوك تليفونه بياخد فلوس، وممكن يشير الاعلان ده على الفيسبوك بتاعه وبياخد فلوس اكتر. تمام، وقول لي تجربتك في الفنتشر لاب هنا، حاسس ان هي فرقت معاكم فعلا ولا؟ فرقت معانا جدا، بالذات في كرانش ويك اللي هو حصل في الاول. هو بيعمل لك حاجه زي بيفوتنج للبروجكت بتاعك، بيخليك تعرف انت عاوز تعمل ايه وتاخد الستيب الجايه فين، وده كان اكشلي كريتيكال بالنسبه لنا، لان احنا قدرنا نعرف الاتجاه الجاي هنروح فين. عايز اعرف منك انت ليه اشتغلت في فنتشر لاب، برغم ان انتوا بتعملوا حاجه تساعدوا الناس من دون اي مقابل، فليه؟
حسيت انه سوق ريادة الاعمال بدأ يكبر قوي في مصر وفي العالم العربي، وحسيت ان عندي حاجة ممكن اقدمها للسوق ده. فانا يعني انا كنت خريجة جامعة امريكية، فبصيت حواليا اول حاجة لقيتها هي الاي سي فنتشر لاب. عجبني فكرة ان هما بيساعدوا الانتربرينورز في ان هما يدوهم ترينينجز وزي يظبطوا البيزنس بتاعهم من غير اي مقابل، فعجبتني الفكرة دي قوي فقررت ان انا اقدم واشتغل يعني هنا. تمام. وبالنسبة ان انت مسؤولة عن العلاقات العامة، كنت عايزة منك لو حد عايز يقدم عنده فكرة او شاب عنده فكرة بيعمل ايه عشان يقدم في فنتشر لاب؟ احنا بنحط اعلان على السوشيال ميديا اكاونت بتاعتنا، على الفيسبوك بيج بتاعنا اسمها AUC Venture Lab، وعلى تويتر AUC V Lab، وعلى انستجرام AUC V Lab برضو. بنحط اعلان انه الابلكيشن بتاعتنا اتفتحت، فبعدين الناس ممكن تخش ثرو الويب سايت بتاعنا اللي هو تحت الويب سايت بتاع الجامعة الامريكية AUC Egypt.edu ويلاقوا الابلكيشنز ويقدموا.